صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبيلة فعله فسق مخرج من الملة كفسق إبليس؟ ما لك شغل في هذا، اترك الكلام هذا، عافيك الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أصحاب الله جل وعلا ما سماه، فكيف أنت تبحث عن اسمه؟ تبي الله ستر عليه وقال والله غفور رحيم، كيف أن تبحث عن هذا؟ نعم.